في ظل التحديات والتكتلات السياسية التي تواجه مجالس المحافظات ومجلس محافظة نينوى، تعمل المؤسسات الأكاديمية ومنها كلية العلوم السياسية في جامعة الموصل اليوم على تسخير إمكانياتها العلمية لإفادة عمل مجلس محافظة نينوى عبر استضافة الأعضاء الجدد لمناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه المحافظة. تحاول كلية العلوم السياسية كمؤسسة أكاديمية أيضا أن تحاول أن تعطي الآراء الأكاديمية، تنقل الواقع الأكاديمي أو الرؤية الأكاديمية للجانب التطبيقي، نخرج من خلالها بمجموعة من أوراق السياسات العامة اللي أكيد تصب في مصلحة وخدمة المحافظة ككل. ملفات سياسية واجتماعية وأمنية ناقشها القائمون على هذه الندوة خلال جلسة استضافة أعضاء مجلس محافظة نينوى بغية حلها في دورة المجلس الحالية. هناك ملفات عديدة من السياسية أمنية مجتمعية، معالجة مخرجات مرحلة ما بعد داعش وتحديدا على مستوى المخيمات والنازحين والتعويضات وما إلى ذلك من الملفات الأخرى التي هي تدخل ضمن صميم عمل مجلس محافظة نينوى. زيادة التعاون بين مجالس المحافظات والمؤسسات الأكاديمية هو ما يعمل عليه أعضاء في المجلس الجديد بغية الوصول إلى نتائج إيجابية تحقق الإفادة للمجتمع. وجود في هذه الجلسات والوجود في هذه الندوات هو لتحقيق تفاعل اجتماعي صحيح ولتلقي آراء رصينة من كلية علوم سياسية جامعة الموصل. هذه الآراء من الممكن أن تضيف وتعطي لمسات حقيقية لأي تشريع قادم ولأي أعضاء في مجلس محافظة نينوى كشفوا عن وجود تدخلات سياسية تعيق العملية الديمقراطية في مجلس محافظة نينوى الجديد بسبب كثرة التدخلات من أحزاب من خارج المحافظة. كتقييم أولي ذكرت أنه أنا ما متفائلة بالمجلس حقيقة بسبب التقاطعات السياسية والاستحواذ على القرار السياسي في نينوى من قبل الجهات السياسية الأخرى. وكانت جامعة الموصل قد تبنت مشروع بناء المجتمع عبر برنامج النزول إلى خارج أسوار المؤسسة الأكاديمية بغية إفادة المجتمع وإعادة بنائه. هيثم أحمد، الحرة، الموصل.